أهلا بيكو. للأسف كل حاجة لازم ليها نهاية. في الكورس بتاعنا حاولنا نتكلم مع بعض عن حاجات كتير، كلها في اتجاه management of stress وال increase of happiness. فاحنا وصلنا دلوقتي للنقطة الأخيرة، وهي إن احنا مع بعض هنحاول نشوف تلخيص للكلام ده في كلمتين بسرعة علشان نفكر بعض بإيه اللي عدينا بيه. أول حاجة خلي بالك إن في حاجات كتير قوي تقدر تعملها علشان تقلل من تأثير مصادر الاسترس. ان انت تعمل بلان، ان انت تاخد اكشن، ان انت تبعد عن اسباب المشاكل، ان انت تغير من عاداتك، ان كل دي حاجات ممكن تعملها. اهم الحاجات او من اهم الحاجات انك تاخد بالك ان في كتير من الاسترس بيطلع من جواك، بيطلع من البيهيفير بتاعك انت اللي بتسببه لنفسك. فده اسهل حاجة تتعامل معاها. الحاجات اللي بتجيلك من بره وتترمي عليك من بره ملكش تأثير كتير عليها، لازم بعد ما تيجي تتعامل معاها. لكن اللي جواك انت ممكن تغيره، اللي جوه دماغك ممكن تغيره. خلي بالك من هنا بقى ان انت مخك ممكن يلعب عليك كتير، ممكن يعمل عليك تريكس زي ما اتكلمنا. انت بقى العب عليه، اعمل التريكس بتاعت المنتال اكسرسايزز اللي حاولنا نعملها، وفي غيرها كتير على فكره. احنا ما اتكلمناش عن المديتيشن، ما اتكلمناش عن الريلاكسيشن تكنيكس وغيرها من الحاجات اللي ممكن تستخدم في الريدكشن اوف ستريس ومور كنترول. كلمه كنترول بس ما بحبش اسيبها مطلقه، لكن مور كنترول على مخك بيعمل ايه. برضو دايما خليك فاكر ما فيش حاجه هتتعمل من غير ما تعملها تاني، مفيش حاجة هتتعمل من غير ما تعملها. مش هتفضل قاعد كده حاطط ايدك جنبك وتقول يا رب. طبعا ربنا يقدر يغير كل حاجة، لكن ربنا طلب مننا ان احنا نسعى. لما انت تبتدي تتحرك وتقول يا رب، يبقى في على ربنا ان هو يوفقك للخير. عشان كده برضو لو تفتكر قلنا ايه، ما تحطش التارجتس هي اللي تسعدك، وانما حط ايه الاكشنز اللي تسعدك. عشان كده برضو سمايل، قلنا كذا مرة في خلال الكورس بتاعنا، في خلال المحاضرات، اهمية السمايل. كل شوية كنت بفكرك بيها، عشان السمايلينج دايما بيفيد. حتى لو صحيت الصبح ودخلت الحمام وقيت النور قدام المراية، ابتسمت ابتسامة بلهاء، اوكي، هتلاقي نفسك ابتسمت اوتوماتيكلي بعد ما كانت بلهاء. بيساعدك، خليك تحس اكتر بالسعادة، ويقلل من احساسك بالسترس. ما بيضيعش السترس، لكن على الاقل ما بقاش السترس مؤلم. ما تنساش تعمل روحك مينتننس، مينتين زي ما قال ستيفن كوفي، مينتين يور مايند، مينتين يور بادي، مينتين يور سول، ومينتين يور ريليشن شيبس. دايما اعمل لهم مينتننس، لان دول هم مصدر سعادتك، وهم دول اللي بيقووك على ان انت تتعامل مع مشاكل الحياة اليومية. برضو خلي بالك ان انت اللي بتاخد القرار اللي تعمل بيه ايه، فبالتالي انت اللي تقدر تاخد القرار بان انت تعمل الحاجة اللي بتسعدك، وما تعملش كتير من الحاجات اللي ما بتسعدكش. خلي بالك من الكلام ده. من اهم التكنيكس اللي اتكلمنا فيها تكنيك بتاع الحمد، count your blessings. كل يوم فكر نفسك وخليها عادة عندك ان انت تكتب على ورقة سطر واحد، الحمد لله امبارح انا كنت مبسوط بسبب كذا، او الحمد لله النهاردة انا كنت مبسوط بسبب كذا. سطر واحد كفاية، لو عملت اكتر من كده كويس نعمة، ما عملتش يبقى سطر واحد كفاية. بعد كده ساعد الناس، believe it or not،
التكنيك ده بيخلي مخك انت يحس بالسعادة زي الاحساس بالسعادة بالحاجات المادية واكتر اللي ممكن انت تاخدها اكتر، لانه بيستمر لفترة اطول. مش هقول لك على الثواب، مش هقول لك على كما تدين وتدان، وان الناس هترد لك الدين ده بعد كده، ولا ان الناس تحب، مش هقول لك على الكلام ده خالص. انت عندك احساس من جواك، مخك بيفرز هرمونات السعادة لما انت تعمل خدمة للناس، بس خليها خدمة صغيرة، لان الخدمة الصغيرة دي ما بيبقاش معاها احساس بالارهاق وبالتعب وبالمجهود، وبالتالي كمية السعادة اللي بتفضل منها بتبقى كبيرة. للأسف زي ما قلنا كل حاجة ليها نهاية. انا سعدت معاكم، وسعدت ان انا قضيت معاكم الوقت ده، واني شاركتكم بعض الحاجات اللي اتعلمتها واللي جربتها واللي بعضها نجح معايا وبعضها ما نجحش معايا زي ما قلت في اول الكورس. المهم انت دايما دور على الحاجات اللي تسعدك، ودور على الحاجات اللي تتعامل بيها انت احسن مع الاسترس اللي بتواجهه. انت اضرب حالك. انا قلت لك شوية نصايح، دور تاني وشوف في حتة تانية على ويب سايتس تانية، على كورسات، شوف لينكس من اللي حطتها لك على الويب سايت، تساعدك ان شاء الله في ان انت تحسن دايما من مودك، وتحسن من احساسك بالسعادة، وتقلل من احساسك بالضغوط اللي حواليك. ما تنسوناش من دعائكم. اشوفكم على خير.